بسم الله الرحمن الرحيم. أوسوفيجاس presented by دكتور أحمد محمد يحيى, lecturer of laparoscopic surgery, Zagazig University. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوسوفيجاس is a tubular structure, بادئ من بعد البق كده لغاية أول الاستومك. واول حاجه نتكلم عليها في الاوسوفيجاس هي الكونستريكشنز بتاعه الاوسوفيجاس. كونستريكشنز في اوت كونستريكشنز اللي هو عند الكريكوفارينجيال كونستريكشن, وفي الاورتيك وبرونكيال كونستريكشن, وفي الدايفراجماتيك كونستريكشن. ده لان الابر جاي لما بتيجي تخش انت بتبقى متابع الطول بتاع المنظار في الابر جي اي مع السنتيمتر 40 سنتي, يبقى انا في الابر جي اي واصل لغايه عند الدايفراجماتيك كونستريكشن عند 25 عند 15, يبقى انا اورينتد وانا في الابر جي اي داخل بالمنظار انا في انهي كونستريكشن, انا عند انهي كونستريكشن. والكونستريكشن دي ليها اهميتها, الاهميه ان انت بتشوف ان هي سايت اوف فورن بودي اريست, سايت اوف ستريكشرز, وسايت اوف كارسينوما. فالكونستريكشنز دي عند زي من عند 15 و 25 وعند 40. لو بصينا بقى على الكيرفز بتاعت الاسوفجاس, هو الاسوفجاس راجل شمال, يعني مش من اول ما هو بيبتدي راجل شمال, فهو بياخد كيرفز وهو ماشي عقبال ما يبتدي من اول البق لغايه ما يوصل للاستومك. فاول حاجه في الليفت سايد بيبقى في النك, بيبقى على الليفت سايد, وبعدين لما بيخش على الشيست بيبقى في الرايت سايد, وبعد كده لما يجي تحت كمان يرجع في الليفت سايد تاني. ودي ليها اهميتها لان انت لما بتيجي تفتح في كانسر اسوفجس, فتيجي تعمل بول اب ستومك تفتح من ناحيه, او في سينجل دايفرتيكولم انت بتشوف انت هتفتح في الرايت سايد او في الليفت سايد. ده الكيرفز اهميته بالنسبه لنا احنا بالنسبه للجراحه. فبالنسبه لنا بقى الاسوفجس از تيوبولار ستراكشر, بادئ من بعد البق وصل ليه الاستومك, وزيه زي الاستومك ليه بوابه, وليه بوابه دخول وبوابه خروج. في زي ما في الاستومك في بادئ باللور اسوفجيال سنكتر والناهي بالبايلورس, في الاسوفجس عندنا برضو اللور اسوفجيال سنكتر وفي الابر اسوفجيال سفنكتر. الابر اسوفجيال سفنكتر اللي هو الانتيريور اللي بيتعمل عن طريق الكريكو فارينجيال ماسل اللي هي اللور بوردر اوف كريكوت كارتليج. وفي عندنا برضو بعد ما تاخد المسافات اللي هم ال 15 وال 25 وال 40 اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الكونستريكشنز, هتلاقي عندنا اللور اوسوفيجيال سفنكتر, هتلاقي ده فيسيولوجيكال سفنكتر بنسميه احنا جاسترو اوسوفيجيال جانكشن, وده ليه قصه طويله وموال. فالاوسوفيجس من جواه في ميوكوزا لايننج, ودي بتبقى عباره عن سيرفايد سكويمس ابسيليوم, ما عدا اخر 2 سنتي ليهم هيبقى فيه لور اسوفجيال سفنكتر, بقى هنتكلم عليه بالتفصيل قدام. والاسوفجس هاز نو سيروزا, ما فيش سيروزا كفرنج, والماسل وول في انر سيركولر واوتر لونجيتودينال. لو حبينا نتفرج على الصوره هنا هتلاقي الانر سيركولر والاوتر لونجيتودينال دول, وهو الكانسر هو فيرست جريد كانسر, فده هيبقى ليه علاقه مع الابر جي اي لما يتعامل مع الاندوسكوب, يبقى الاندوسكوبك التراسونوجرافي مع الابر جي اي عشان يحدد الجريدنج بتاع الاسوفجاس واصل لغايه فين, لان انت ممكن يبقى فيه ليكوبليكيا بس, ممكن يبقى واصل للمسل والماسكولاريس بروبيا, او واصل للمسل. ففي المسل بتاعت الاسوفجاس عامه انر سيركولار اوتر لونجيتودينال, وده مهميته في الاندوسكوبك التراسونوجرافي. ففي السوالكنج بقى في السوالوينج, الكريكو فارينجيال سفنكتر سيل ذا انترنس اوف ذا اسوفجاس تو بريفنت نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر فروم دروننج اير انتو ذا اسوفجاس. وتحت عند اللور اسوفجيال سفنكتر اولسو از كلوزد ات ريست تو بريفنت الريفلكس اوف جاستريك اسيد بيبسين اند بايل انتو ذا اسوفجاس, الاسيد والبيبسين والبايل. عند الكريكو فارينجيال ماسل بقى فيها 2 ماسل, فيها اللور ترانسفيرس فيها الابر اوبليك. اللور ترانسفيرس دي بتم بريفنت ريجرجيتيشن اوف فود تو ذا فارنكس, ترجع الاكل. والابر اوبليك ديورنج سوالينج بروبيل ذا كونتينت داون وورد تو ذا لور ريلاكس الاو ذا كونتينت تو باس, بيقفل من فوق ويزق الاكل.
بيحصل في بعض الاحيان ان كوردينيشن انكريز ذا بريشر ان ذا فارينكس ويتش كوز ده بيعمل حاجه اسمها الفارينجال دايفيرتيكولم والاوبليك ماسل فايبر سيبريت بوستيريورلي اند سويب اراوند تو انتيريور اسبيكت اوف ذا كارتليج فورمينج ا ويك اريا كولد كيليان ديهيسنس بيطلع منها الزنكر دايفيرتيكولم وده درس لوحده واعتقد احنا خدناه في الانف والاذن قبل كده فالف اف كوردينيشنز هابن انكريز البريشر ان ذا فارينكس ويتش كوز الفارينجال دايفيرتيكولم ودي رسمه الفارينجال دايفيرتيكولم نازله ودي ليها اوبريشن لوحدها وبتعمل عن طريق النك البريستالسيس في الاسوفاجس هي حركيه الاسوفاجس علشان البروبيل البولس او الاكل او اللقمه اللي بتتاكل عشان ناخدها من اول الاسوفاجس لغايه تحت في برايمري بريستالسيس وفي سكندري بريستالسيس وفي تيرشري بريستالسيس البرايمري بريستالسيس هي النورمال بريستالسيس بتاعت الاسوفاجس نتيجه الماسلز اللي موجوده فيه الاسترييتد وكده بتحرك البولس فدي نورمال بريستالسيس انيشيتد باي سوالوينج وفي سكندري بريستالسيس از ان الديري بريستالسيس اوكين ريسبونس تو ديستنشن اوف ذا اسوفاجس لما بيحصل ديستنشن اوف ذا اسوفاجس في حته معينه وفي بولس فوقيه فبيحصل سكندري بريستالسيس عشان تبوش الحته اللي حصل فيها ديستنشن عشان تعدي اللقمه تنزلها فور اكزامبل وين فود ريفلكس فروم ذا ستومك تو ذا اسوفاجس ا بريستالسيس ويف از انيشيتد تو كلير ذا بوتنشال نوكسيوس ماتيريال فروم ذا ديستال اسوفاجس وفي التيرشري بريستالسيس اللي هي بتتميز ان بيبقى فيها بين وده بيبقى فيه حصل فيه مشكله التيرشري بريستالسيس از ان ابنورمال بريستالسيس ذا راندوم نون الدرلي كونتراكشن اوف ذا اسوفاجس ماسكولارز ماسلز اوكير سبونتينيوسلي ان لوكالايز سيجمنت اوف ذا اسوفاجس ودي بتبقى اسوشيتد ويز بينز فدي حركيه الاسوفاجس طب ده بالنسبه للبوابه اللي فوق بالنسبه للاسوفاجس بالنسبه للبوابه اللي تحت بقى البوابه اللي تحت اللي هي الكارديا اللي هي موجوده عند تي 10 وبيبقى سموها اللور اسوفاجيال سفنكتر واللي هي فيسيولوجيكال سفنكتر واللي هي سموها كاردياك سفنكتر ليها خصائص ومميزات وسبحان الله معموله بطريقه ربنا خلقها فيها اكتر من حاجه هتخلي بالك من الحاجات اللي هنا دي لان دي بتفيدك في عمليات الانتي ريفلكس سيرجري بتفيدك في عمليات السليف بتفيدك في العمليات ده فراجماتيك هيرنيا فالحته دي ربنا خلقها بشكل معين فيها ست مميزات عامل لور اسوفاجيال سفنكتر اول حاجه منهم الانترنسيك فانكشن لور كاردياك سفنكتر وده قصه لوحدها وهنقعد نشرحها في قصه لوحده قدام بعد كده لما نيجي نتكلم على السفنكتر هناك في اللور اسوفاجيال سفنكتر وجوه بقى الاسوفاجس من جوه في روزيت شيب جاستريك ميوكوزا موجوده في الحته دي حاجه وتالت حاجه الاوبليك انسرشن اوف اسوفاجس ستومك عامله انجلس بيسموها الانجل اوف هيس مهمه جدا وانت بتعمل السليف هتخلي بالك انت بتقص فين من ناحيه الانجل اوف هيس دي برده موجوده في الحته اللي تحت دي وفي برده الانترا ابدومينال بارت اوف ذا اسوفاجس كومبريست بي الانترا ابدومينال بريشر ده برده بيعمل لور اسوفاجيال سفنكتر وخلي بالك ان في ليجامنز كده بتطلع من الدفراج بتلزق في الاستومك بتقصها في حالات السليف ولا بتسيبها حسب الحاله الموجوده دي برده مهمه جدا الليجامنت ده في قوام اللور اسوفاجيال سفنكتر وفي باند من الماسل بتطلع من الفاندس بتاعت الاستومك تلف حوالين جوه الاستومك يعني جوه الاستومك في ماسلز الماسلز اللي موجوده في الحته دي بتلف حوالين الاسوفاجس من الماسل نفسها بشكل معين بتساعد انها تعمل لور اسوفاجيال سفنكتر ده كمان وفي كمان البنش كوك افكت بتاع الكراس بتاع الدايفراجم ده لما الاسوفاجس يخش في الاستومك بيعدي من اثنين كراس يمين وشمال في الدايفراجم تاخد بالك انت منهم في الدايفراجماتيك هيرنيا لما الهيرنيا تطلع فوق فالاثنين كراس دول بيضغطوا على اللور اوف اسوفاجيال سفنكتر ضغطه معينه بتساعد على تكوين برضو السفنكتر في المكان ده فاللور اسوفاجيال سفنكتر ده قصه وموال وهي دي الست حاجات اللي موجوده في الحته دي مقومه اللور اسوفاجيال سفنكتر في اهم حاجه فيهم اللور اسوفاجيال سفنكتر انترنسيك فاكتور نفسه وده هيتشرح لوحده جوه الاسوفاجس لما نشرحه من جوه فهي بقى اول حاجه الكارديا لو ديفينيشن ايه هو الكارديا الكارديا هو الجنكشن بين الاسوفاجس والاستومك ده الكارديا طب ايه هو الزد لاين لان انت بتخش في الابر جي اي بتدنك داخل من الاسوفاجس لغايه ما تقابل الزد لاين وتخش على الاستومك ايه هو الزد لاين ده هو زون اوف فانكشن الابسيليوم كولومنار سيل اند كونتين سيمبل تيوبر ميوكوس جلاند
between البيل سكويمس ابيثيليوم بتاعه الاسوفاجس والريد ابيثيليوم بتاعه الاستومك. والالوان هنا مهمه جدا لان انت في مرض اسمه برد اسوفاجس، اختلاف في اللون ده بيفرق كتير في المرض ده. ولذلك انت لما تيجي تعمل ابر جي اي تعمله بابر جي اي نارو باند هاي ريزوليوشن، علشان الامراض دي بتفرق في الصوره هنا. فاول حاجه انت بتخش عليها تفرق ما بين الالوان ما بتاعه الاسوفاجس واللون بتاع الاستومك، والزد لاين بيبقى عامل ازاي وموقفه بيبقى عامل ازاي. في برضه في الزد لاين ده خلي بالك السيركولار ماسل لير اسوفاجس الثيكر ذان ذا اوتر لونجيتودينال لاين انسايدو، والجيومتريك اوف ذا سيركولار ماسل از هيليكال اند ميك ذا بريستالسيس اوف ذا اسوفاجس اسوم ا ورم لايك درايف از سيبريت سيجمنت اند سيكويستال سكويز. يعني العضلات اللي موجوده في الاسوفاجس عامله ورم بتعمل كونتراكشن تخلي زي ما يكون ورم لايك زي دوده بتتعسر كده. واز كونسيكونس السيفير موتور ابنورماليتيز اوف ذا اسوفاجس اسوم ا كريك لايك باترن اون ذا باريوم سوال. ولذلك لو في كونتراكشن مش مظبوط او قوه اقوى من الزياده بيبان في الباريوم سوال كان في حاجه بتعصف في الحته دي، وده هنشوفه في الانفستيجيشن اوف ذا اسوفاجس لما نشوف الباريوم سوال ان شاء الله باذن الله. لو كملنا الاناتومي بتاع الاسوفاجس، لو عايزين نتكلم عن النيرف سبلاي والبلاس سبلاي واللينف درينج، النيرف سبلاي اول حاجه في سمباثيتك وباراسمباثيتك. السمباثيتك بيطلع من السمباثيتك ترانك والباراسمباثيتك عن طريق التو في جاي، ودول مهمين جدا لان انت بتعمل لما بتيجي تعمل تشريح في الهيئة الهيرنيا بتقابل الفي جاي الانتيرور فيجاس واللوبستيرور فيجاس وتحافظ عليه ايه وتشيل ايه، او لو بتعمل كانسر راديكال لابروسكوبيك برضو بتشوف الفي جاي وبتحافظ عليها او بتشيلها حسب الكانسر. واخد بالك السمباثيتك مش سمباثيتك ترانك عادي. البلاد سبلاي بقى بتاع الاسوفاجس ليه قصه ومواه لانه مهم جدا. البلاد سبلاي فيه ارتيريال، والبلاد سبلاي بتاع الاسوفاجس سيجمنتال، يعني الحته اللي فوق بتاخد من حته والحته اللي في النص بتاخد من حته والحته اللي تحت بتاخد من حته. الحته اللي فوق لو احنا اتكلمنا على مستوى الارتريز او البلاد سبلاي للارتري، الحته اللي فوق بتاخد من الانفيريور ثايرويد ارتري، والميدل بارت بتاخد من الاورطه اللي جنبها، واللور بارت بتاخد من الليفت جاستريك اللي هو اول حاجه في الاستومك. ومهم برضو زي ما الارتيريال سبلاي بتاعها مهم، الفينس سبلاي برضو بتاعها مهم، وخاصه عندنا في مصر. ليه؟ لان اهم حاجه في الفينس سبلاي بتاعت اللور بارت الحته اللي تحت اللي هو الليفت جاستريك فين اللي هو كورونري فين اللي هو اللي كان بيعمل عندنا الدوالي في، وتلاقي الاو في كتير بوست هيباتيتس سي بيعمل فاريكوزيتس فتخش تحقن الدوالي اللي هو كان منتشر جدا في مصر بس نسبته قلت الحمد لله مع الـ 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 العلاجات. فاللور بارت ده الفاس اللي بيعمل الاسوفجيال فاريس. في الميدل بارت بيجي بيصب في الازايجوس، في الابر بارت بي من التراكيو برونكيال فين، وكلها سيجمنتال. وبرده الليمف درينج كذلك برده سيجمنتال، قصدي الليمف درينج لونجيتودينال رازر لان سيجمنتال. اللونجيتودينال سيرفايكال بارت بيروح للور ديب سيرفايكال، والثوراسيك بارت بيصب فيه اللي حواليه من التراكيال والبرونكيال والميدياستاينم، والابدومينال بارت بيروح للسيلياك والجاستريك جنبي. طب احنا بالنسبه لنا بقى السيرجيكال بوينت في الاسوفاجس ايه في الكلام الاناتومي عامه؟ يعني اول حاجه ان السي تي از ان اكسلنت نون انفيزيف ميثود تو ديتكت الاكسترا اسوفاجيال سبريد اوف مالجنانت تيومر ان ذا اسوفاجس باي اوبليتريشن اوف ذا بيريفاس اسوفاجيال فات بلين ديو تو ميد ياستانيال انفيلتريشن. وبرده الاندوسكوبك التراسونوجرافي از ا دياجنوستيك تول برده لازم ان احنا نبقى حاطين ايدينا عليه. الانستوموزيس انكلود اول ذا كوزز ويز انتربتد سوشيال، يعني انا لو عملت انستوموزيس في الاسوفاجس لازم اخد اول كوتس بتاعتي الاسوفاجس. بات ذير از هاي تندنس تو ليك، ليه الاسوفاجس ليك فيه بيبقى مهم. وانت لما نيجي نشتغل برضو الحته لما تاخد الانستوموزيس تاخده في حته معينه في لما تبقى واخد الاسوفاجس من نيك في الكانسر في البول اب ستومك تاخد الاسوفاجس من حتت معينه. ليه؟ تخلي بالك من الانستوموزيس اللي هتعمله ده، وليه ياخد كير بالنسبه لك، لان هو الاسوفاجس بور بلاد سبلاي وما عندوش سيروزا والفرايبل ماسل كوت بتخلي اي انستوموزيس لايبل ان هو توليك في الاسوفاجس. لكن احنا بناخد الكير بتاعتنا وجود الدباسات دلوقتي وجود الجايد لاينز بتقلل الموضوع ده. خلي بالك ان الميدل بارت المين بارت اوف ذا اسوفاجس هاز اتس ارتيريال سبلاي فروم ذا اورتا ان سيجمنتال مانر، سو رف
موبيلايزيشن عند الحته بتاعه الميدل مي انترفير ويز اس بلاد سبلاي اللي بالك من الموبيلايزيشن بتاع الاسوفجس في الميدل بورد. وفي حته مهمه جدا برضو بالنسبه للاسوفجس، الاسوفجس از ديفيكلت تو اوبريت. ليه؟ زي ما قلنا في الاول مفيش روزة وسيجمنتال بلاد سبلاي واللونجيتودينال سبريد اوف ذا تيومر بيخلي الديلنج مش سهل بالنسبه للاسوفجس من سيرجيكال بوينت. لو اخذنا الاسوفجس بقى كاورجان عايزين ناخد الانفستيجيشن بتاعته. اول حاجه ممكن تتعمل كاشعه بالنسبه للاسوفجس هو البلين اكس راي. طب احنا لو عملنا بلين اكس راي هشوف ايه بالنسبه للاسوفجس؟ ممكن اشوف الاوبيك فورين بودي لو واحد بلا حاجه عملت له اكس راي هشوف الفورين بودي اللي هو بلاح، او في الاكاليزيا هشوف اشكال معينه، او لو في سكندري لانج انفكشن عن طريق البارت اسوفجس او عن طريق الاسوفجايتس عمل سكندري انفكشن عمل لانج انفكشن اقدر اشوفه في البلين اكس راي مع الاسوفجس. طب لو هو اكاليزيا، لو في الاكاليزيا مش هلاقي الفلويد ليفل وهلاقي ابسنت اير بابلز وهلاقي وايد انستاينال شاب، يبقى انا دينوتنج اكاليزيا. لكن الاكاليزيا تتعرف بحاجات ثانيه، هنعمل في الاكاليزيا ابر جي اي، هنعمل في الاكاليزيا مانومتري، هنعمل في الحاجات اللي جايه. اول حاجه ممكن نعملها الاسوفجس هي البلين اكس راي. طب ايه تاني ممكن يتعمل بالاسوفجس؟ تاني حاجه ممكن نعمل باريوم سوالو. باريوم سوالو بقى هنيجي نتكلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عملت الباريوم سوالو الاسوفجس هيدينوت ليا بعض الامراض. اول حاجه لو احنا خدناهم بالترتيب هلاقي الهياتال هرنيا. هلاقي هنا الهياتال هرنيا بالنسبه لي، بص لو بص ده باريوم سوالو ونازل الصبغه هي نازله من الاسوفجس نازله على الاستومك، خلي بالك هنا فيها هياتال هرنيا، الاستومك طالع منها حته، وفي دي الدايفراجماتيك كونستريكشن اللي احنا قلنا عليها عند ال 40 في الابر جي اي بلورسوجيال سنتر، وده الجاستروسوجيال جانكشن اللي المفروض ان الاستومك طالعه فالجاستروسوجيال جانكشن طالع فوق. يبقى اول حاجه ده الهيتال هيرن. طب ايه تاني ممكن نشوفه لو احنا عملنا باريوم سوالو؟ لو عملت باريوم سوالو برده في الاكاليزيا هتلاقي البارود بيك ابيرنس اللي هو البارود بيك اللي هو منقار البغبغان او الطائر، فهتلاقي الشكل بتاع لا ده في الصوره هي باين قدامنا البرد ده الاسوفجس وادي الصبغه نازله فيه وعامله منقار الطائر، ده عباره عن مارك دايليتيشن اوف ذا اسوفجس وسموث تابرنج ان ذا لوور ان توورد ذا ستومك، لان الطرف بتاعه نازل كده عامل زي منقار البط، فده يبقى الاكاليزيا او البرد بيك. طب انا ممكن اشوف حاجه غير الاكاليزيا؟ هنا الشولدرنج يبقى حاجه تانية خالص، بدل ما هو يبقى منقار منقار الطائر البغبغان يبقى ديل الفار، ديل الفار يبقى هو مش بارود بيك، ده اصبح عندنا ريد تيل ابيرنس اللي هو الانيولار ستريكشر هنتكلم عليه في السلايد اللي جاي. فالانيولار ستريكشر والشورت الريجولار تيبيكال شولدرنج، لو بصينا في الصبغه هنا هتلاقي ان الصبغه واقفه بكتف من هنا وبكتف من هنا، لا ده يبقى ده مش اكاليزيا، ده ناحيه الايه الكانسر، ده بيبقى ظاهر على انه ريد تيل ابيرنس. طب في يظهر حاجه تانية؟ لو اديت صبغه وظهر كولي فلاور يبقى السلايد اللي جاي. طب لو عملت باريوم سوالو لقيت فيلنج ديفكت او لقيت مالجننت ارس او لو لقيت كولي فلاور ماس في الباريوم سوالو زي ما هي باينه في الصوره هنا اهو، الصبغه نازله وفي حته متاكل منها متقرض منها، يبقى ده ماس او مالجننت ارسر او في كانسر في الحته دي. يبقى الباريوم سوالو هاز ان امبورتنت رول في الانفستيجيشن على الاسوفجس و ماست بي دان في وين انديكيت. طب لو خلصنا الباريوم سوالو في ايه غير باريوم سوالو؟ يبقى انا عملت يا اما اكس راي يا اما عملت باريوم سوالو يا اما هخش بيه الابر جي اي اعمل منظار معده. وفي جمله مهمه جدا بتقول ان الابر جي اي از نيسيسري فور اول كونديشن. فانا لو بعمل انفستيجيشن الاسوفجس عملت اندوسكوبي يعني معايا ابر جي اي وداخل اعمل ابر جي اي، لو في الانفستيجيشن بتاعه الاسوفجس الابر جي اي از مانداتري في كل از مش مانداتري از نيسيسري فور اول كونديشن. ليه؟ انا ممكن اعمل ابر جي اي اريموف ا فورين بودي، يبقى طفل مثلا او ولد صغير بلع ربع جنيه خش بالمنظار المعده هنشيل الربع جنيه وبالبايوبسي ويطلع، او الاقي فيه دايلاتيشن اوف ابيناين ستريكشر، ممكن الاقي فيه ستريكشر دايلاتيشن او في الاقي فيه ستريكشر بيناين ستريكشر، او ممكن انا في الابر جي اي اخد بايوبسي
لو انا شكيت في كانسر او في الابر جي اي ابص الاقي اللور اسفنجال سنتر مقفول يبقى ده اكاليزيا، او زي ما الصوره واضحه معانا هنا الاقي اسفنجايتس وده مرض خطير ولازم احنا ناخد بالنا. ممكن الاسفنجايتس ادي بالشكل ده ولسه هنشرح الاسفنجايتس بالتفصيل. يبقى الاندوسكوبي is necessary for the all conditions for the investigation of esophagus. غير الابر جي اي ممكن اعمل مانومتري، وده اللي في الاستاد اللي جاي. المانومتري از مانداتوري ان اكاليزيا، يعني ما اقدرش اديفاين حاله اكاليزيا من غير ما اعمل مانومتري. هنقول كلمتين على المانومتري بقى، هو ديكريز اور ابسنت تون ان ذا وول اوف سيرفيس ديوريك سوالوينج. يبقى ده السفنكتر زون ريتين نورمال بريشر اند نوت ريلاكس ان سوالوينج، يبقى ده اكاليزيا. ودي صوره للاكاليزيا تحت المانومتري وهو بيوصف ان الحته الحمراء دي كده ان الكونتراكشن فيلر اوف ريلاكسيشن، يبقى ده اكاليزيا. ذا نورمال هاي بريشر از بتوين 10 ل 15 ملم متر ووتر ديكريز ديورينج سوالينج. ده بالنسبه للور اسفنجال سفنكتر. يبقى المانومتري از مانداتوري ان اكاليزيا، والمانومتري هي تول من التولز بتاع الانفستيجيشن بتاع الاسفنجال اللي احنا لو اخدناهم من الاول تاني هنقول ان هم الاكس راي، وبعد كده الباريوم سوالو، وبعد كده الاندوسكوبي، وبعد كده المانومتري. بعد المانومتري بقى هيجي التولز الثانيه اللي هنقولها، التولز بتاعت الانفستيجيشن الثانيه بقى اللي بنستخدمها في كل مرض على حده، زي التكنيشيم ايزوتوب سكان تو ديتكت ريتينشن اوف بولس اوف ايزوتوب ديورينج سوالينج، ان انا بقى بشوف البولس نازله في الاسوفاجس تبقى عامله ازاي، او نعمل حاجه ثانيه اسمها 24 بي اتش ريكوردنج ستادي، ده بستخدمه في حالات الجاسترو اسوفجير ريفلكس ديزيز، وده هنقوله بالتفصيل في الجاسترو اسوفجير ريفلكس. او الحاجه اللي احنا نبهنا عليها وقلنا عليها في الاول ومهمه جدا هي الاندوسكوبيك التراسونوجرافي، لان في حالات التيومرز بدخل الابر جي اي وبيبقى معاه الاندوسكوبيك التراسونوجرافي بيعرف وصل فين التيومر، في الميكوزا، في الماسكولاريس ميكوزا، في المسل الانر سيركل الاوتر روتينجرال، ولا طلع اصلا من اللولوز اسوفجاس وصل في الميدياستاينم، وحتى لو وصل في حته معينه ممكن ياخد منها بايوبسي كمان عشان يحدد الجريد بتاع الكانسر واللي هيدي عليه كيموثيرابي او يبتدي يعالج على اساسه. وفي البرونكوسكوبي والاندوسكوبي ده بيتعملوا في الانفستيجيشن بتاع الاسوفاجس لان الحاجات دي جنبه. وفي الميتاستاتيك ورك اب بقى، ان انا بشوف التيومر فيه ميتاستاسيس ولا لا، بعمل ليفر سكان، بعمل سي تي، بعمل ام ار اي على كل الجسم، بعمل تيومر ماركر عشان اشوف التيومر واصل لغايه فين. من الدياجنوستيك تولز بتاعت الاسوفاجس الاندوسكوبي، واحنا في الاندوسكوبي ممكن وانت داخل بالابر جي اي تلاقي اسوفاجايتس، يعني بتدي يعني بتدي دياجنوستيك تول للديزيز. فممكن يقسموا الاسوفاجايتس عندي الجريدز بالابر جي اي، يعني لو عندي جريد واحد بيبقى عباره عن سمول سيلكولار نون كونفلينت ايروجن، يبقى انا لو داخل بالابر جي اي وبصيت على الزد لاين او الحته بتاعت الكارديا اللي احنا بنتكلم عليها بالابر جي اي، هقسم الحته دي لجريدز لو في اسوفجايتس. فالجريد الاولاني هو ان يبقى سمول سيلكولار نون كونفلينت ايروجن، او تبقى جريد 2 تبقى عباره عن بدات تبتدي تعمل لينير ايروجن، يبقى ما بقتش سمول سيركولار دوريات صغيره بس، لا بقت لينير ايروجن طالعه بالطول كده لينكد ويز جرانيليشن تيشو ذات بليدز ايزي ان تاتش، يبقى انا عندي اسوفاجايتس جريد 2. او يتحول من جريد 2 لجريد 3 اللي هو لينير ايروجن كوليزنز وانترو سيركمفرنشال لوس اوف ذا ابيثيليوم اند ميكوزا لوك لايك كوبال ستون ابييرنس، يعني ما بقتش بس طالعه بالطول لفوق، لا بقت لفه واخده الدايره كلها من الزد لاين، يعني الزد لاين كله مرفوع، يبقى ده بالنسبه لي اعتبره انا جريد 3. او جريد 4 بريزنس اوف ستريكشر، بدات الانفلاميشن ده بقى جامد جدا لدرجه ان بدا يحصل ستريكشر. طب حصل ستريكشر، السيفيريتي بتاعت الستريكشر ده احنا بنقيسه بالجريدنج بالباسنج اوف سكوب، يعني حتى الستريكشر ده لما يحصل المنظار بيعدي منه ولا ما بيعديش، طب بيعدي بصعوبه ولا بيعدي بسهوله، طب بيعدي وهو فاتح منه ولا مش فاتح، فده كمان بيدينا اسس للسيفيريتي بتاعت الاستريكشر اللي موجود ده. طب اف ذير از استريكشر، يعني لو موجود استريكشر اوسفجايتس اوفر ات ماست بي ريكوردد، يعني انا لو لقيت استريكشر حته ضيقه كده لازم ادور على الاوسفجايتس. ليه بقى لازم ادور على الاوسفجايتس؟ لان انا لو ما لقيتش الاوسفجايتس as absence of oesophagitis over the stricture suggests ان ده يا اما كانسر يا اما chemical induced inflammation.
يبقى انا لو لقيت ستريكشر وما لقيتش فيه انفلاميشن لا يبقى ده ممكن يكون كانسر وده يديني دياجنوز للكانسر مهم او ده كيميكال حاجه كيميكال حرقت الحته دي فعملت الايه الاستريكشر من غير انفلاميشن فدي نقطه مهمه جدا. هو انت بتعمل ابر جي اي في جريدنج زي ما قلنا جريد 1 2 3 و 4 وبتخلي بالك منه. طيب المنظمه الصحه البريطانيه اعتمدت البراج كرايتيريا فور اندوسكوبيك سسبكتد اسوفجيال كولومنار ميتابليزيا وبارت اسوفجس وادونا رسمه حطوا فيها اكتر من مرض اللي هم حطوا فيها الهيات الهيرنيا وحطوا فيها الاسوفجايتس وحطوا فيها البارت اسوفجس وحاول يشرحها لك في سلايد واحده كده علشان يبسط لك الامور. هي مش سهله لكن ده اللي اعتمدوه هناك. ادي الصوره هي موجود فيها الاسوفجس وما فيها الهيات الهيرنيا اهو وهو معلم لك معلم على واحد اللي هو ان ده الجاستروسوفجيال جانكشن هنا ما اللي نشوف هيات الهيرنيا في الحته هنا واحد بيقول لك اثنين ان المفروض عند ال 36 ده اللوكيت الجاستروسوفجيال جانكشن وبعد كده ثلاثه او الاربعه بعد كده وصل هنا الميجر ديبس اوف من عند رقم 4 الميجر ديبس اوف ذا اندوسكوب انسيرشن از ذا موست بروكسيمال سيركمفرنشال اكستنت وسمعها عند 33 يبقى انا عندي في 36 عند جاسر سوفيال جانكشن وفي 33 عند اقل حته وفي 29 عند اعلى حته ويبتدي يقيس بقى على البراك كلاسيفيكيشن السبتراكت ذا ديبس اوف ذا سيل اوف ذا انسيرشن اوف ذا سيركمفرنشال اند ماكسيمم اكستنت فروم ذا ديبس اوف ذا اندوسكوب انسيرشن اند ذا جاستروسوفجيال جانكشن يبقى البراج بقى هنا شال ال 36 اللي هي الجاستروسوفجيال جانكشن من ال 33 اللي هي عند السيركمفرنشال الاولاني فادالك سي 3 وبعدين شال ال 36 من ال 29 اللي هي الاعلى حاجه فادالك ام 7 فقسم البراج هنا كلاسيفيكيشن لسي 3 وسي 7 دي بكومبليكيتد شويه لكن دي الكلاسيفيكيشن المعتمده في الان اتش اس في انجلترا. فلو احنا اتكلمنا على الاوسوفاجايتس اللي انت دايجنوزته بالابر جي اي بيقول لك في ديزيز ريليتد قوي 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 للاوسوفاجايتس وهو البارت اوسوفاجس وان البارت اوسوفاجس ده ان ويتش الاسوفجس از لايد لويس كولومنر ريسيليم نوت ذا سكويمس ابيسيليم يعني المفروض ان الحته في اللور اسوفجال سفنكتر دي حصل فيها اسوفجايتس. خلي بالك من بعد من فتره من الاسوفجايتس ممكن تتحول لبارت اسوفجس اللي هو ازاي ان الكولومنر ابيسيليم هو اللي موجود نوت السكويمس ابيسيليم ودي الاقي هيستولوجيكالي ابير از انتستاينال ميتابليز يعني لما تتاخد في الباثولوجي كده بتاع الباثولوجي يجي يقول لك الحته اللي انت خدت منها بيوبسي دي فيها انتستاينال ميتابليزيا يبقى انا هنا بواجه ديزيز اسمه بارت اوسوفجس ماست بي ريسبكتد وات از سسبكتد ات اندوسكوبي وين ذير از ا ديفيكولتي ان فيجواليزيشن ذا سكويمو كولومنر جانكشن ات اتس نورمال لوكيشن يعني بلاقي ان الزد لاين بيبقى فيه اختلاف وريبليسد باي ريدر مور شايني ميكوزا ذان اتس سين از ا لور اوسوفجس كونفيرمد باي بايوبسي وحتى البايوبسي لما تيجي تتاخد مين الاربع حتت بعيد عن بعضهم الديسبلاستيك تشينج از باتش ديستريبيوشن سو ا مينيمم اوف 4 بايوبسي سامبل سبيس 2 سم ابارت شود بي تيكن فروم ذا سبيكتد بارت يبقى انا في الابر جي اي هاخد البايوبسي من اربع حتت بعيد عن بعض ب 2 سم عشان ابتدي حتى ادياجنوز او اقول ان انا عندي بارت اوسوفجس. ليه البارت اوسوفجس ده مرض مهم؟ لان ليه كومبليكيشن مهمه جدا ان اول حاجه ممكن يعمل السر مكانه، ممكن يعمل بليدنج مكانه، ممكن يعمل ستريكشر مكانه، والاوحش انه ممكن يعمل مالجننت مكانه بنسبه 85% يعني بارت اوسوفجس هو 85% هيتحول لكانسر اوسوفجس. Long term relief of symptoms remains the primary reason for performing an anti-reflux surgery in patients with Barrett's esophagus. يعني انا عندي Barrett's esophagus ان اهم حاجه ال long term relief of symptoms انا رايح العيام ان انا اعمل له anti-reflux surgery. وتاني حاجه ان ال healing of the esophageal mucosal injury and the prevention of disease progression are important secondary goal for treatment of Barrett's esophagus. Be similar to gastroesophageal reflux disease. So should go for anti-reflux surgery when severe disease or suggest need for long-term medical management. يعني الواحد عنده بارت اسوفجس وعارف بارت ان anti-reflux surgery هيريحه زي الجير بالظبط ما هيريح العين. الانتي-reflux هيريحه.
والموست بيشنت وذ باريت اوسوفجاس ار سيمتوماتيك. Also it has been argued that some patients with باريت اوسوفجاس may not have symptoms, meaning that they are asymptomatic. Careful history taking will reveal the presence of symptoms in most, not if not all the patients. يعني most of the patients, معظم الناس اللي عندهم باريت اوسوفجاس هيكونوا بيشتكوا. وحتى الناس اللي عندهم باريت اوسوفجاس ومش بيشتكوا, لو انت اخدت هيستوري منهم كويس هيقولوا لك ان هم كانوا بيشتكوا في فتره من فترات او بيشتكوا, بس هم ما الهيستوري تيكنج اهم في النقطه دي. The advance of laparoscopic fundoplication and the successful control of GERD in more than 90% of patients have lowered the threshold for reference. When the patient was quiescent uncomplicated Barrett esophagus, particularly young patients, are now considered by many to be an excellent candidate for anti-reflux surgery. يعني العيان اللي عنده Barrett esophagus مش عامل complication, وخاصة لو كان صغير, ده بالنسبة لنا is an excellent candidate for anti-reflux surgery. يعني أحسن واحد هيتحسن وهيستفاد من عمليات الانتي-reflux surgery اللي هم النيسن والعمليات اللي هنقول عليها بعد كده. خلي بالك ان الادينوكارسينوما ديفلوبينج ان باريت اوسوفجاس واز كونسيدرد ا رير تيومر. يعني لما الباريت اوسوفجاس اتحول لادينوكارسينوما كانسر, ده كان زمان بيعتبروه رير تيومر, لكن الجديد بقى ان بات توداي اوكير 1 افري 100 بيشنت ييرز وفولو اب ويز انكريز ريسك 40 تايمز. يعني واحد من كل 100 واحد عنده باريت اوسوفجاس بيظهر عنده ادينوكارسينوما في الفولو اب اللي احنا بنعمله. ده معناه ان في زياده في الريسك حوالي 40 مرة عن اللي احنا كنا السنوات اللي فاتت. Most if not all causes of adenocarcinoma in the esophagus arise in aberrant epithelium. يعني معظم, ان ما كانش كل الكانسر اسوفجاس اللي بيطلع في الاسوفجاس من تحت اصله ما يكون البارت اسوفجاس. طب لو انت داخل بالابر جي اي وعديت الحته بتاعت الزد لاين والكارديا ونزلت تحت وعديت الكارديا وبتبص من دخلت عند الاستومك, هتعمل حركه انت هتقلب الابر جي اي وتبص على فتحه الاستومك من تحت زي ما هي في الصوره كده. الابر جي اي نازل ولفف بصص على فتحه الاسوفجاس من تحت ده عشان اشوف الهيئة الهيرنيا. فهم عملوا جريدنج زي ما عملوا الاسوفجاتس جريدنج برضو, راح عاملين جريدنج للمنظار وهو في الهيئة الهيرني عشان اشوف انا في انهي جريد. فاول جريد اللي هو جريد واحد, خلي بالك الاسوفجاس كده في ريدج حواليه هنا حواليه, وهتيجي صوره لوحدها كده حوريك الريدج. يبقى ده الجريد الاولاني. الجريد الثاني المنظار نازل وفيه زي سهم طالع كده يعني اوسع شويه وبيختلف في الريسبيريشن. حولي الجريدز دول ثاني. والجريد الثالثه على الرسمة هتلاقي ان الدنيا مفتوحة خالص. الجريد الرابع هتلاقي ان الاستومك كلها طالعة. تعال نقولهم تاني. الجريد الاولاني هلاقي فيه ريدج اوف تيشو از كلوزلي ابروكسيميتد تو ذا شافت اوف ذا ريتروفليكسد اندوسكوب, حوالي اكستند من 3 ل 4 الونج ذا ليزر كيرفيتشر. والجريد 2 هلاقي ريدج سلايتلي ليس ويل ديفايند ذان ان جريد 1 اوبن ليرلي ويز ريسبيريشن اند كلوز temporally. يبقى هو جريد 2 هلاقي ان الريدجز سلايتلي ليس, يعني الخط الملفوف ده اقل شويه, وهلاقي اوبن مفتوحه الدنيا مفتوحه شويه ويز ريسبيريشن وكلوز, بس في بتقفل برومتلي بعد كده. جريد 3 بقى الريدج ده مش موجود خالص, فيلر ان انا اشوفه, والسكوب والسكوب اراوند اكومبايدد ويز هيئه الهرنيا. جريد 3 وجريد 4 اللي هي there is no mucosa ridge at all, gastroesophageal valve stay open at all time, والسكويبس ابيثيليوم كان بي سين فروم ذا ريتروفليكشن. يبقى انا في هيتال هيرنيا از اولوز بريزنت. دي سلايد برضو بتقسمها لجريدز اهو. الجريد الاولاني الريدج ده موجود وكلوزلي مقفول, وهوريكوا الصوره بتاعته بالظبط. وجريد 2 برضو ان الريدج بيبقى لسه موجود بيقفل في الريسبيريشن وما بيقفلش قوي في الريسبيريشن. وجريد 3 بيبقى مش موجود خالص والدنيا مفتوحه وفيها هيتال هيرنيا. واربعه برضو فيها هيتال هيرنيا موجوده. ادي الجاسترو اسوفجيال المنظار داخل اهو لافف من تحت وباصص, وادي الريدج, ادي المنظار وادي الريدج حواليه لافف عامل الريدج حوالين المنظار. دي الصوره بتاعت ان هي مقفله كويس
بالنسبه للجريدز بتاعه الفلاب. فالهيئه الهرنيا از اندوسكوبلي كونفيرمد باي فايندينج باوتش لايند وذ ريجولار فولد لايننج 2 سنتيمتر اور مور ابوف ذا مارجن اوف ذا فراجماتيك كرورا ايدنتيفايد باي هافينج بيشنت سنيف. يعني وانت في الابرج اي كده تبقى داخل تحس ان الاستومك اصلا الزد لاين والكارديا والاستومك كلها طالعه فوق الدايفراجماتيك كرور عند الجاستروفيشال جانكشن، تعرف ب 2 سم تعرف ان ده اصلا هيئه الهرنيا، ده ما يكون جريد 4. وهين ان اوسوفيجيال دايفرتيكولوم السين ات شود بي كيرفلي وذ سكوب تو اكسكلود السريشن اور نيوبلازم. خلي بالك وانت بالابرج اي. طب من التولز بقى غير الباريوم سوالو وغير الاوبر جي اي وغير الاندوسكوبك التراسونوجرافي اللي احنا قلنا عليها مهمه جدا في الدياجنوز بتاعت الاوسوفاجس هي الاوسوفيجال مانومتري. الاوسوفيجال مانومتري قلنا واحنا بنقول في الانفيزيجيشن بتاع الاوسوفاجس المانومتري از مانداتوري، فهنتكلم عليه لوحده. ايه هو المانومتري ده؟ هو عباره عن وايت يوز تكنيك تو اكزامين الموتور فانكشن اوف ذا اوسوفاجس and its sphincter. يعني بيشوف الموتور فانكشن بتاعت الاوسوفاجس، حركات الاوسوفاجس كلها، والسفنكتر كمان موقفها ايه بالنسبه للكونتراكشن. طب عرف بيه بعض الامراض المهمه جدا عن طريق الاوسوفاجس اللي هم الاكاليزيا، وده درس لوحده وهنشرحه في قصه لوحدها، والديفيوز اوسوفاجيال سبازم والنات كراكر اوسوفاجس والهايبرتنسيف لور اوسوفاجيال سفنكتر، وكمان الكولاجين ديزيزز اللي هم السكليروديرما والديرماتومايتيس والبوليمايوسايتس، ودول هنشرحهم برده لوحدهم على حده. لما جينا اتكلمنا على اللور اوسوفاجيال سفنكتر قلنا فيسيولوجيك سفنكتر وقلنا كاردياك سفنكتر، وقلنا لما جينا رسمنا رسمه وقلنا في ستة فاكتور كده او فاكتور كتير قوي بتاثر على اللور اوسوفاجيال سفنكتر، منها الانجل اوف فيس ومنها الانترا ابدومينال بريشر، قلنا الانترنسيك لور اوسوفاجيال سفنكتر وقلنا هنشرحه لوحده بالتفصيل لان هو ده قصه مهمه جدا لوحدها. اللور اوسوفاجيال سفنكتر الديفكتيف سفنكتر بيعتمد على ثلاثة فاكتور. يعني انا لو لقيت الثلاثة فاكتور دول يبقى ده سفنكتر ديفكتيف، بشوفه بالحاجات كتير اللي اولها قلنا المانومتري. يبقى اول حاجه لو لقيت اللور اوسوفاجيال بريشر اقل من 6 ملم اتش جي يبقى هنا ديفكتيف، لو لقيت الاوفر اول لينث اوف سفنكتر 2 سنتيمتر اور ليس يبقى ديفكتيف، لو لقيت اللور لينث اوف سفنكتر اوف لور اللينث اوف اوسوفاجس اكسبوجر تو انترا ابدومينال بريشر 1 سنتيمتر اور ليس يبقى انا بتكلم في لور اوسوفاجيال سفنكتر ديفكتيف. هناخد الكلام ده بالتفصيل. يبقى في فاكتورز اللي بتاثر على اللور اوف سيجيال سفنكتر. ات از امبورتانت ذات ذا توتال لينث اوف ذا لور اوف سيجيال سفنكتر از اكسبريست تو ذا فاكتور اوف انترا ابدومينال بريشر. سو ديورينج بيريد اوف اليفيتد انترا ابدومينال بريشر ذا ريزيستنس اوف ذا بارير وود بي اوفركم اف ذا بريشر وير نوت ابلايد ايكوالي تو بوث لور اوف سيجيال سفنكتر والاستومك. سمولتينيسلي ذا بريزنت، ده معناه ان وجود هيئه الهرنيا وان اللور اوف سيجيال سفنكتر ان ذا شيست وان الجير از مور لايبر تو كير. ذيرفور البيرمنت ديفكت سفنكتر از ديفايند باي ان اللور اوسوفاجيال سفنكتر ويز ريستنج بريشر از ليس ذان 6 ملم اتش جي، او ان الاوفر اول لينث از ليس ذان 2 سنتيمتر، اور الانترا ابدومينال سفنكتر لينث از ليس ذان 1 سنتيمتر، وان الموست كومن في الموضوع ده هو الان اديكويت ابدومينال لينث. فاللور اوسوفاجيال سفنكتر ده ديفايند بي الاوسوفاجيال مانومتري، وفي 3 فاكتور بيلعبوا معاه، هو الريستنج لور اوسوفاجيال بريشر اللي هو اصلا النورمال 13 ملم اتش جي، والاوفر اول لينث بتاع السفنكتر، والابدومينال لينث اوف ذا اوسوفاجس اكسبوزنج تو الانترا ابدومينال بريشر، وده بيلعب دور مهم. Thus as the sphincter become shorter a higher pressure will be required in an order to prevent given amount of reflux. لو عايز تسهل الامور ببساطه وتفهمها القصه اسهل، هي رسمها لك قال لك انها الاستومك دي عامله زي البالونه والحته بتنفخ من راس البالونه منها. قال لك much like the neck of the balloon as it inflated as the stomach fills and distended the sphincter length decreases. الرسمه موجوده اهي. لو اعتبرنا ان الاستومك دي عباره عن بالونه وان الاسوفاجس دي حته اللي انت بتنفخ منها، انت كل ما بتيجي تنفخ البالونه رقبه البالونه نفسها بتصغر، فالسفنكتر بيقل. فدي نفس فكره السفنكتر مع اللينس مع البالونه، انت كل ما الاستومك بتتنفخ كل ما السفنكتر بيقل في الحجم، كل ما كان البريشر بتاعه بيختلف. Therefore if the overall length of the sphincter is permanently short from repeated distension of the fundus
secondary to large volume of meals. يعني كل ما تاكل اكتر كل ما تملى الفندس اكتر, كل ما الفندس هيديستند هيقل العنق البالونه السفنكتر هيقل يبقى البريشر هيقل. then with minimal episode of gastric distension and pressure there will be insufficient sphincter, مش هيبقى فيه سفنكتر قوي يقفل على الاكل اللي عايز يرتد. then the lens for barrier remain competent and the reflux of will occur, هيرجع هيحصل ريفلكس للبايل والاسيد والبيبسين اللي هيبقى انجيريوس للأسوفجاس من تحت, وده اللي هيعمل لنا مشاكل بعد كده. فالسامري از ان الجيرد از ان اورجينيت ويز ان ذا ستومك, ان الجيرد نفسه كمرض بيطلع من الاستومك. ان ديستنشن اوف ذا فاندس باي اوفر ايتينج اند ديلايد جاستريك امبتينج سيكند تو هاي فات دايت. The residual distension cause unrolling of the sphincter by expanding fundus. Then exposure of the squamous epithelium with the cardia. بعد كده ان البيشنت overcomes this by swallowing saliva to neutralize the reflux gastric acid to relieve discomfort of the reflux. يعني العيان كل شوية بيبلع الريقه علشان يعمل neutralization للأسيد والبايل اللي طلعه. دلوقتي انا السفنكتر عندي بايظ, فالبايل والأسيد بيطلع من الاستومك بيطلع في حتة الاسوفجاس من تحت عند اللورس جيرف سنكتر اللي تعبان. فبيبتدي العيان يبلع ريقه عشان يعمل neutralization لكمية الأسيد اللي موجودة تحت عند اللورس جيرف سنكتر. لما يبتدي العيان يبلع ريو اكتر من مره this will result in aerophagia, يعني وبلوتينج وبلينشينج, يحس ان هو في هواء في بطنه, في هواء في المعده فيوم يكرر. then intern create a visual cycle of increased gastric distension and further exposure and repetitive injury to the distal esophagus. والعيان يخش في حاجه اسمها visual cycle ما بين ان هو بيحصل ريفلكس وبيحصل swallowing وبيحصل aerophagia بلوتينج ويخش في visual cycle ده ما يطلعش منها العيان. اللي احنا بنطلع منه ان this inflammatory process may extend into the muscularis propria and this result in progressive loss of the length and pressure of the lower of the visual sphincter. ان هيحصل هنا ساعتها inflammation والinflammation هيوصل للmuscularis propria والmuscularis propria هتخش في length of the muscle والpressure of the lower of the visual sphincter. وده this is the explanation of the pathophysiology of GERD is supported by observations that severe esophagitis is almost always associated with defective lower esophageal sphincter. وده اللي يقوي النظريه دي ان كل السيفير اسوفجايتس اللي عندهم سيفير التهاب في الاسوفجس almost لازم لما نيجي نعمل مانومتري هتلاقي في defective lower esophageal sphincter. لو اتكلمنا على الجيرد, هو الجيرد هو الجاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز, وهو ديزيز اوف العصر بعد الكورونا طبعا لما جت سيطرت على كله. فدلوقتي لو اتكلمنا على الجيرد ديسبايت ذا كومن بريفلنس اوف جيرد ات كان بي وان اوف ذا موست تشالنجينج دايجنوستيك وثيرابيوتيك بروبلم ان كلينيكال ميديسين. بالرغم انه مرض الجيرد ده مرض موجود كتير وموجود وبيتعالج كتير, لانه الموست تشالنجينج دايجنوستيك وثيرابيوتيك حتى في طريقه العلاج ليه بيختلف من عيان لعيان تاني. A contributing factor to this is the lack of universal accepted definition of the disease. واللي بياكد الكلام ده ان لغايه دلوقتي مفيش ديفينيشن محدد للجيرد. يعني لما تيجي تقول ايه الديفينيشن اوف جيرد هتلاقي theories كلها بتقول الجيرد هو عباره عن كذا او كذا, لكن الموست سيمبلست ديفينيشن باي سيمبتومز از ان هو حاجه من الاثنين, يا هارت بيرن يا اسيد ريجركتيشن. الهارت بيرن اللي هو ارتجاع الهارت بيرن اللي هو الحموضه, والاسيد ريجركتيشن اللي هو الارتجاع. ار ذا فيري كومن ان بوبوليشن اند اني اند مين انديفيديوال كونسيدر ذيم تو بي نورمال اند دونت سيك فور ميديكال اتنشن, لدرجه ان في ناس عندها حموضه ومعتبره ده شيء طبيعي, عندها ماشيه بالحموضه بيه او عندها ارتجاع ومعتبره بتوفر كام تقعد تبلع عليها كل شويه اوفر كام ات ومعتبره انه مش مرض. لكن هو في الحقيقه جاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز از ا ديزيز must be respected. لو اخذنا الديفينيشن از سيمتوماتيك, احنا قلنا ان الجاستروسوفجيال ريفلكس ديز هو عباره عن هارت بيرن وريجرجيتيشن, او الاثنين اللي بعديهم اللي هم الشيست بين والديسفيجيا اللي هم بيبقوا اصعب شويه. لو اخذنا واحد واحد من الحاجات دي, اول حاجه الهارت بيرن اللي هو الحموضه, هو عباره عن سبسترنال بيرنينج بيرن تايب, يعني حموضه وجع في فم المعده هنا discomfort beginning in the gastrium and may radiate upward and aggravated by meal spicy chocolate alcohol coffee. علامات اللي هي redundancy of life اللي هو
شيبسي واللي هو الشوكولاته والقهوه والكحوليات والسبايسي واكل الفاتي فود. الهارت بير may be worsen in a supine position. It is commonly not universally relieved by acid. يعني ممكن الهارت بيرن دي او الحموضه دي تستريح بالانتاسيد ومعاها شويه انتي سيكريتوري ميديكيشن. طب ده بالنسبه للهارت بيرن. بالنسبه للارتجاع بقى الريجرجيتيشن. الريجرجيتيشن از ان ايفورتليس ريتيرن اوف اسيد او باتر جاستريك كونتنت انتو ذا شيست والفارنج والماوس. ممكن الارتجاع ده يعمل لي التهاب في الرئه بعد كده لو الموضوع بقى اصعب او في ما تعليش كويس. It is often particularly severe at night when supine or when bending over and can be secondary to either an incompetent or obstructive gastroesophageal reflux junction. Regurgitation of the gastric content may result in associated pulmonary symptoms زي الكف والهورسنس والأزمة والنمونيا. يعني العيان يبقى عنده ارتجاع يحصل له مشاكل في الرئة وممكن عيان يقعد يتعالج من الرئة ومش عارف ايه مشكلة الرئة ويكون عنده اصلا ان المشكلة اصلا هي ارتجاع. الشيست بين في الاسوفاجس. الشيست بين ده مشكله كبيره والشيست بين اصلا بالنسبه للكارديو بالنسبه للبطنه ده مين ايشو. اي واحد عنده شيست بين لازم نفكر في الكوروناري بتاعه. لكن برضو الشيست بين موجود عندنا في الاسوفاجس في اللور اسوفجيال سفنكتر في الاسوفجايتس. هنقول ان also commonly related to cardiac disease is frequently secondary to esophageal pathology. يعني معظم الشيست بين اللي احنا بنشوفهم بالرغم ان هو اهم حاجه في الكارديو هو شيست بين لان تاني حاجه برضو عندنا في الاسوفجاس بنعمل شيست بين. خلي بالك ان نيرلي 50% اوف بيشنت و سيفير شيست بين وذ نورمال كاردياك فانكشن ونورمال كورونري ارتريوجرام هاز ا بوزيتيف 24 اور بي اتش ستادي امبلايكيتنج جاستروسوجيال ريفلكس از ان اندرلايننج باثولوجي. يعني العيان اللي عنده سيفير شيست بين وعملت له كاردياك انزايم وعملت له كورونري انجيو ولقيت الاثنين كويسين لو انا رحت عملت له 24 بي اتش ستادي هلاقي ان عنده مشكله في البي اتش ستادي وهلاقي عنده جاستروسوجيال ريفلكس هو اللي عامل الايتيولوجي وممكن يكون عامل كمان شيست انفيكشن. Exercise induced gastroesophageal reflux is well known to occur and may result in exertion chest pain similar to angina حتى مع الexercise. It can be quite difficult if not impossible to distinguish between the etiology particularly on clinical ground alone. الكلام ده مهم انه it can be quite difficult يعني من الصعب جدا ويكاد يكون مستحيل ان انت لما يجي العين يقول لك في وشك كده انا عندي chest pain ان انت تفرق له ما بين الشيست بين بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر والكارديا او ان هو يكون كوروناري عن طريق الكلام والهيستوري تيكينج. لازم يكون في انفستيجيشن ومش انفستيجيشن عاديه لازم تكون سوفيستيكيتد انفستيجيشن. الجمله الاهم والاصعب واللازم ناخد بالنا منها اللي هي بتقول as one person's heart pain is another chest pain. يعني ممكن يكون واحد عنده حموضه واحد تاني يكون عنده الحموضه دي يعتبرها شيست بين وده لان البين بيختلف الجريد بتاعته من عيان لعيان. يعني انا الوجع بتاعي اعتبره انا حموضه انت الوجع بتاعك تعتبره شيست بين فده بيختلف من عيان للعيان التاني. السيمبتومز الرابع بتاع جاستروسوجيال ريفلكس ديزيز هي الديسفيجيا او اول ما اقول كلمه ديسفيجيا لازم اقول ديفيكلت سوالوينج ولو قلت الكلمتين دول لازم اقول ان الديسفيجيا ده درس كبير قوي عندنا في الجراحه والكتب فيه 3 4 شابترز. لكن الديسفيجيا لو اخدناها ببساطه لو العلاقه لللور اسوفجيال سفنكتر هي ريلاتيفلي نون سبيسيفيك تيرم بات ارجولي ذا موست سبيسيفيك سيمبتومز فور فور جاد ديزيز. يعني لما يكون في ديسفيجيا لازم اشوف ايه المشكله فين بالظبط في فور جاد ديزيز وده سيمبتومز لازم اخده بعين الاعتبار. ويت از اوفن ا ساين اوف اندرلايننج مالجنسي اند شود بي اجريسيفلي انفستيجيتد انتل ذا دايجنوز استابليش. لو عيان يجي يقول لي عندي صعوبه في البلع ما سيبوش وما استهترش بالسيمبتومز لازم امسك العيان ري انفستيجيشن لغايه اما اوصل لايه سبب الديسفيجيا دي. والديسفيجيا ريفير تو ذا سنسيشن اوف ديفيكالتي ان ذا باسج اوف فود فروم ذا ماوس. يبقى الكونجرد ده مرض مهم جدا وهاد تو بي كونسيدرد ان احنا ناخد بالنا منه لان اصلا بيحصل منه كومبليكيشن اوف جيرد. الكومبليكيشن اوف جيرد مي ريزلت فروم دايركت انجرس افكت اوف ذا جاستريك فلويد اون ذا ميكوزال لارينكس اند ريسبيراتوري سيستم. دي اول حاجه ممكن تعملها. كومبليكيشن ديو تو ريبيتد ريفلكس الموضوع لما يتكرر كتير قوي يحصل اوسوفجايتس. الاوسوفجايتس ممكن يتطور لستريكشر والستريكشر ممكن قبليه يحصل بارت اوسوفجاس وممكن الموضوع يحصل بالمونري فايبلوزيس. والماكسيمم انجري بيحصل في الجاستروسوجيال ريفلكس ار ديو
due to the bile salts combined with the bile acid and the pepsin. يعني combination بتاع التلاتة الأسيد والبيل والبيبسين هو اللي بيحصل له مشكلة. وإن study shows that the acid alone بيعمل minimal damage to the jovial mucosa, but the combination of the acid مع البيبسين الاثنين مع بعض has highly noxious effect ومشكلة كبيرة لما بيعمل سبب منهم complication. وسيميلرلي برضو إن الريفلكس of the duodenal juice alone has little effect on the mucosa, لكن combination مع duodenal juice وgastric juice ده is noxious بالنسبة للميوكوزا. فالميديكال ثيرابي اوف جيرد يعني العيان اللي عنده جيرد بيتعالج ازاي؟ اسهل حاجه واهم حاجه ان البيشنت تو سمايل تو مودريت سيمتومز ويت سيلف كاري ميديكيشن ويل كاري سيلف ميديكيشن. لو العيان اللي عنده حموضه على طول عنده ارتجاع بشويه كده كل شويه يجي له ارتجاع, او العيان اللي هو قبل ما ياكل اكله تقيله يروح واخد له حبايه كده ضد الحموضه, او ياكل اكله وبعد ما ياكل ياخد له حبايه ومعتبر الموضوع متاقلم معاه والموضوع ماشي ومش عايز مشاكل. انما المايلد سيمتومز ويز انكومبليكيتد كير كان بي تريتد with 12 weeks لو مشيت على بروتوكول, يعني مشي على 12 weeks يعني 4 شهور على انتسد before diagnostic testing is initiated. يعني المفروض ان انا عيني اشتكى المفروض امشي على انتسد لمده 12 weeks قبل ما ابتدي اعمل اي investigation واكلف العيان ان انا اديله تريتمنت. خلي بالك ان الجرد الانتي اسيد ده بيعدوا معاه كومباينيشن اوف الجانيك اسيد اللي هو الالجانيك اسيد ده شغلته ان هو بيعمل مي اوجمنت ريليف اوف سيمتومز بيريح العيان فعلا باي كرييتنج افسيولوجيكال بالير تو ريفلكس از ويل از اسيد برودكشن. يعني الالجانيك اسيد ده الالجانيك اسيد ده رياكت والسوديوم بايكربونات ان ذا سلايفا تو فورم هايلي فيشوس سوليوشن ذات فلوس لايك اراف ان ذا سيرفيس اوف ذا جاستريك كونتينت وين ذا ريفلكس اوكير ويز برودكتيف لاير ريفلكسد انتو الاسوفاجس. يعني بيعمل بيخش مع السلايفا ويعمل طبقه من المشمع كده على السطح بتاع الاستومك, فيبقى انا باخد انتي اسيد بريح الحموضه وبريح كمان جدار المعده من جوه لان انا بحط كوت عليها وبساعد الاثنين دول الانتي اسيد والالجانيك اسيد بالميتوكلوبراميد او الدومبريدون بروتكت. دي بتعمل بروموت الجاستريك ايمتنج اند جود ايرلي اند جود ان ايرلي ديزيز بات ليتل فاليو ان مور سيفير ديزيز. يبقى انا بدي كومباينيشن ده كله علشان اريح العيان. الدومبريدون بيزود الجاستريك موتيليتي فبيفضي الاستومك بدري وبيمنع الريفلكس. اهم من الميديكال تريتمنت اللي انت هتكتبه في الريشته هو الكلام اللي هتقوله للعيان ان هو لازم يعمل ايتينج يفويد ايتينج بيفور سليبنج اند ريبليس باي سمول فريكوينت ميلز. يعني ما تقومش قبل ما تنام او تتعشى وتنام على طول, والاكل في طول اليوم يبقى سمول فريكوينت ميلز. والاهم من ده وده ان هو يوقف الكحول والكوفي والشوكليت الحاجات اللي هو الريدندنسي اوف لايف, حاجات اللي هي زي السبايسي فود والشوكليت والكوفي والالكحول والسموكينج. طب لو خرجنا من الميديكال ثيرابي بقى للسيرجيكال ثيرابي اوف جيرد هنقول كلام مهم جدا. هنقول ان it is important to note that the good response of medical therapy predict an excellent outcome following anti-reflux surgery. يعني العيان اللي هيستريح من العلاجات اللي بالأدوية أخدها استريح, لو عملنا له العملية هيستريح لأنه لما بيوقف الأدوية بيرجع الحموضة والارتجاع تاني. فلو العيان اتعمل له عملية anti-reflux surgery ده عيان هيستريح. وبيقولوا a structurally defective lower esophageal sphincter is the most important factor predicting failure of medical treatment. This patient should be considered for anti-reflux operation regarding the presence or absence of endoscopic حتى esophagitis. والمهم ان young patient with documented reflux disease with or without defective lower esophageal sphincter are also excellent of anti-reflux surgery. يعني تلاقي شاب صغير وعنده reflux حتى لو في او ما فيش lower esophageal sphincter defection الانتي-reflux surgery هتريحه جدا. المهم بقى ان البيشنت وذ نورمال بيرستالتيك كونتراكشن ان مانومتري ويل دو ويل ويز 360 نيسن فاندو بلاكيشن. لكن البيرستالس وين ذا بيرستالس از ابسنت او بارش از ابسنت ا بارشال فاندو بلاكيشن مي بي ذا بروسيدر اوف شويس. يعني لو العيان ده عملت له مانومتري ولقيت الكونتراكشن بتاعته نورمال يبقى تعمل له 360 نيسن فاندو بلاكيشن تقلب المعده 360 درجه. لكن لو البريستالسيس ضعيفه في الاسوفجاس او ابسنت او فيها مشكله تعمل بارشال فاندو بلاكيشن عشان العيان يستفاد. من ضمن الحاجات اللي انت وانت بتعمل ابر جي اي ممكن تلاقي حاجه اسمها شواتسكي رينج. شواتسكي رينج ده از ا سين سم يكوز ذا سيركمفرنشال رينج ان ذا
in the lower esophagus at the squamous junction junction associated with a hiatal hernia. The symptoms associated with this ring is episodes of dysphagia, and اللي بالرينج يعمل dysphagia during ingestion of solid food. والبيست treatment of symptomatic Schwartzsky ring in the patient who don't have reflux consists of esophageal dilatation for relief or obstruction. يعني لو في رينج هتخش كل شوية تعمله بالأبر جي أي dilatation. In the patient with ring who have proven reflux and mechanical defective sphincter and anti-flexibility is necessary to obtain the relief and avoid repeated dilatation. لو انت مش هتعمل repeated dilatation. Scleroderma is a systemic disease combined by esophageal abnormalities. ودي بتبقى عبارة عن small vessel inflammation appear to be an initiating event with subsequent perivascular deposition of normal collagen which lead to vascular compromise in the GIT, prominent failure with smooth muscle atrophy. Diagnosis can be made by manometry or observation of normal peristalsis in proximal striated esophagus with absent smooth muscle. GERD in the scleroderma due to both hypotensive sphincter and poor esophageal clearance. وان الباري مسواله في السكليروديرما هلاقي فيه دايليتد اسوفيجيال ستومك والبروتون بامب انهيبيتورز والانتيسيد والالفيشن اوف ذا هيد والمالتيبل دايليتيشن اوف ذا سفنكتر هيفيده جدا في السكليروديرما. والسيرجيكال تريتمنت هو هيكون بارشال فاندوبليكيشن زي ما قلنا لما يكون فيه كومبليكيشن في المانومتري في الاسوفجاس ما عملش كومبليت ريب بعمل بارشال ليه. فالاسوفيجيال موتيليتي ديس اوردرز ممكن يكون برايمري ممكن يكون سكندري. البرايمري اسوفيجيال موتيليتي ديس اوردر ممكن يكون اكاليزيا او ديفيوز اسوفيجيال سبازم او نيت كراكل اسوفجاس او هايبرتنسيف لور اسوفيجيال سفنكتر او نون سبيسيفيك موتيليتي ديس اوردرز. او يكون في سكندري اسوفيجيال موتيليتي ديس اوردر زي الكولاجين ديزيز اللي احنا قلنا عليهم السكليروزس البولمولاس والدرموسايتس او نيور ماسكولار ديزيز او اندوكراين ديزيز. البرايمري اسوفيجيال موتيليتي ديس اوردرز اهم حاجه فيهم هو الاكاليزيا وده درس لوحده هيتشرح لوحده من اوله لاخره في الانفستيجيشن ديفينيشن والميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت بتاعه. والاذر تايبس اوف برايمري اسوفيجيال موتيليتي ديس اوردرز زي ديفيوز اسوفيجيال سبازم او نات كراكر اسوفيجاس او هايبرتنسيف لوز اسوفيجيال سفنكتر او اذر موتيليتي ديس اوردرز. الديفيوز اسوفيجيال سبازم وهي بتبقى اصعب شويه وبتبقى كاركترايزد باي شيست بين والتسفيجيا اللي هما الاثنين ساينز بتاع الجيردن اللي هما التانيين اللي هما الاصعب هما الشيست بين والتسفيجيا. والدفر ان الفرق بقى ما بين الديفيوز اسوفيجيال سبازم وما بين الاكاليزيا ان البرايمري ديزيز اوف ذا اسوفيجيال بودي ليدنج تو ليسر ديجري اوف ديسفيجيا اند مور شيست بين يعني الديسفيجيا بتبقى اقل والشيست بين بيبقى اقوى. نونزليس ات از امبوسيبل تو ديفرنشيت اكاليزيا من ديفيوز اسوفيجيال سبازم عن طريق برضو السيمتومز الون لازم يبقى في انفستيجيشن. والاسوفاجوجرام والاسوفيجيال مانومتري از نيد تو ديستنجويش بتوين ذم وبلاقي فيه هايبرتري اسوفيجيال ميكوزا ويز ديجنريشن اسوفيجيال برانش اوف فيجاس نير از نودد ان سيتي. النات كراكر اسوفيجاس هي عباره عن هايبرتنسيف بريستالسيس هي عباره عن هاي امبليتيود بريستالسيس كونتراكشن ودي ذا موست كومن برايمري اسوفيجيال موتيليتي ديس اوردرز. واللي احنا حبينا نحط عليها الديفينيشن الديفينيشن از مانومتريك ابنورماليتيز كاركترايزد باي ابريستالتيك اسوفيجيال كونتراكشن ويز بيك اوف هاي امبليتيود جريتر ذان نورمال بات ان فاكت ذا شيست بين ان ذيس ديزيز مش علشان الكونتراكشن الجامد ده لا ده بيكون عشان الجيرد رازر ذان انترليومنا هايبرتنشن وتريتمنت ان ذيس بيشنت شود بي ايمد ذا تريتمنت اوف جيرد اللي انا بعالجها. الهايبرتنسيف لور اسوفيجيال سفنكتر از هايبرتنسيف كاركترايزد باي الليفيتد بيزال بريشر اف ذا لور اسوفيجيال سفنكتر ويز نورمال ريلاكسيشن ونورمال بروبرشن ذا اسوفيجيال بودي مايوتومي اوف ذا لور اسوفيجيال سفنكتر مي بي دان ان ذا بيشنت نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت او dilatation.